الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني اليوم وإلى جانب سيادة الرئيس البرزاني والسادة الفرقاء والقادة العسكريين لعمليات نينوى أن أتشرف للتعرف عن قرب وعن كثب، عن طبيعة سير العمليات، عن قواطع العمليات، الانتصارات الكبيرة التي حققها أبناء قواتنا المسلحة الغيارة من الجيش والبيشمركة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في القواطع المختلفة. وهذا القاطع الذي مثل واحدة من محاور الانتصارات الكبيرة في هذه المعركة، تعرفنا على دقة العمليات وعلى طبيعة الجهود الكبيرة التي بذلت. وما يسعدنا كثيرا هو هذا التعاون الكبير الذي نجده اليوم والتكامل بين قواتنا المسلحة، الجيش والبيشمركة. ولأول مرة منذ تأسيس الجيش العراقي وإلى يومنا الحاضر يقفون في خندق واحد ويقاتلون عدوا واحدا هو عدو العراقيين جميعا. هذا إنجاز كبير، وبالأمس كان لي شرف زيارة عدد من جرحى العمليات العسكرية، وفي تلك المستشفيات لاحظنا في الغرفة الواحدة على أحد الأسرة وجدنا جريحا من البيشمركة، وعلى السرير الثاني في الغرفة ذاتها وجدنا جريحا من الجيش العراقي. هذا يعبر عن تضامن وتضافر وتعاون حقيقي بين قواتنا المسلحة. ولذلك داعش الذي أراد أن يمزق العراقيين تحول إلى مصدر لوحدتهم، فالعراقيون عربا وكردا وتركمانا وشبكا، شيعة وسنة، مسلمين ومسيحيين، يزديين وصابئة، يتوحدون ويتعاملون مع بعضهم ويدافعون عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم. وهكذا نجد أننا وصلنا إلى معركة الحسم، ولاحظت العزيمة والهمة في القادة العسكريين والخطط الناجعة التي وضعوها والمفاجآت التي ستفاجئ العدو في الأيام القادمة وفي الصفحات القادمة للمعركة. ونتمنى أن تستمر الانتصارات بقوة وأن يتحقق النصر المؤزر في وقت قياسي. ما أؤكد عليه أن هذه معركة العراقيين جميعا، وسيشارك كل العراقيين صفا واحدا في الدفاع عن أرضهم وعرضهم ووطنهم. ولسنا في وارد تلقي التعليمات من أي بلد في من يشارك أو لا يشارك، وأن يشارك في هذا المحور وهذا القاطع أو لا يشارك. العراقيون هم من يقدرون كيف ينظمون العمليات، ومن الذي سيشارك في كل محور، وكيف يحقق انتصاراتهم. ونتمنى من المجتمع الدولي والذي وقف داعما ومساندا للعراق عبر التحالف الدولي والقوى الكريمة الأخرى التي تدعم العراق خارج هذا التحالف، أن تستمر بتنسيقها الكامل مع الحكومة العراقية، مع القائد العام للقوات المسلحة، من أجل تقديم الدعم والإسناد للشعب العراقي وللقوات المسلحة العراقية. وكل من يريد أن يقدم الدعم فدعمه مورد ترحيب، ولكن نريد أن تتم عبر التنسيق الواضح والصريح مع الحكومة العراقية. شكراً لسيادة الرئيس البرزاني، وشكراً للقادة العسكريين على هذه الوقفة وهذه المؤازرة وهذه النصرة لشعبهم ووطنهم وتحقيق هذه الانتصارات الكبيرة.